من نويت السفر درب السلام المسافر والجميع بانتظاره. الأم والأخ محمد يعيش الأقر سافر معاهم يحج الوالدي في قراره. الله يرحم عظام الوالد أغلى بشر ويجعله في جنان الخلد تبقى دياره. قصيدة كلمات أبو محمد منصور محمد أحمد الهمام أهالي جدر بن الحارث. القصيدة ألقاها تعبر عن سفر والدته وأخوه محمد والأخ محمد يعيش الذي رافقهم بالسفر إلى الحج لكي يحج لوالده المقبولة بإذن الله. يلحنها فائز أبو شمس الكليبي ويعزفها أبو خل عبد فرحان وأيقحها زياد فرحان مع تحيات تسجيلات الفائز دمام. سافر معهم يحج لوالدي في قراره. الأم والأخ ومحمد يعيش الأثر. سافر معهم يحج لوالدي في قراره. الله يرحم عظام الوالد أغلى بشر ويجعله في جنان الخلد تبقى دياره. يا والدي من فراقك ذبتك سطجر لكن لا قدر تفرق كل من دياره. الحمد لله على أمر القضاء والقدر والموت محتوم للمخلوق يلقى مساره. محل ساكية قلبي ونور البصر لازم نطيعك ونعمل بعدك أغلى العبارة. محال ننساك يا قلبي ونور النظر لازم نطيعك ونعمل بعدك أغلى العبارة. وواجب الحج لك يا والدي قد صدر سافر محمد يعيش والأخ والأم جواره. يتقبل الله حجك يوصلك للمقر لا وسط قبرك بإذن الله تجيك البشارة. يتقبل الله حجك يوصلك للمقر إلى وسط قبرك بإذن الله يجيك البشارة. وأخي محمد وأمي بالدعاء له أثر من تحت ميزاب مكة في دعاء واستخارة. مع محمد يعيش في حج لك واعتمر يتقبل الله مسعاهم وأجر الزيارة. مع محمد يعيش ذي حج لك واعتمر يتقبل الله مسعاهم وأجر الزيارة. ويجعلك ربنا في الجنة المستقر مع النبي المصطفى المختار تسكن جواره. واسأل من الله وترجه بحق السوار أن يحفظ الوالدة والأخ ومولى العسارة.
الصدارة هذا وعفوا إذا قاولي يزيد القصار أرجوكم العفو ولا نعجز طالب الاعتذار والختم صلي